أنا علي عبد الله رمضان في الصف الثاني ثانوي في مدرسة التهذيب الأهلية من تعليم الشرقية. حققت جائزتين دولية في الفضية في الأولمبياد الدولي بالقان الناشئين وبرونزية في الأولمبياد العالمية الرياضيات. أنا مع موهبة من الصف الثالث الابتدائي في اختبار مقياس وبرامج شراكة وستم، ومن الصف الأول المتوسط دخلت في برنامج في اختبار موهوب اختبرت منه وتأهلت منه على مراحل إلى ما وصلت إلى هنا في جامعة الملك عبد الله كافت. بشكل كبير أثر على تعليمي موهبة لأنها بدعوات إثرائية الشراكة الأولمبياد وغيرها من الدورات اللي كانت في مدارس الدهر. طبعا موهبة يعني فادتنا وعطتنا الكثير من المواقع والمصادر عشان نبحث منها ونقدر نتعلم في وقت الخاص. طبعا يعني لازم وقت طويل واجتهاد، وان لازم تكون انك تتدرب في وقت الخاص خارج اوقات الدراسة الرسمية، وان تكون عندك شغف للموضوع. امي وابوي الحمد لله يعطيهم العافية يدعموني دائما في هالمواضيع وشجعوني ودائما يقولون لي أكرم مفرح ومشجع. قاعدين ندرب على الرياضيات وهي أربع فروع: تركيبات، نظرية، الجبر، الهندسة، والحين وصلنا الحمد لله إلى مراحل متقدمة في هذه المواضيع. خارج مواضيع الدراسة طبعا استفدنا هنا إن إحنا ساكنين هنا نعتمد على نفسنا، إن ما تعتمد على ناس ثانية مثلا إن تسوي الأكل، إن تصحيني، وغيرها من الأشياء اليومية.